بسم الله الرحمن الرحيم. القوات الأمنية وكذلك الأجهزة الأمنية في عموم محافظة نينوى مستنفرة بشكل كامل من أجل ضمان أمن المواطن خلال عملية الانتخابات وكذلك حماية المراكز الانتخابية، والوضع سلس وانسيابي جدا، لا يوجد أي قطع في عموم محافظة نينوى. القوات الأمنية متعاونة جدا مع كل المواطنين المشمولين بعملية الاقتراع وكذلك مفوضية الانتخابات. نحن كحكومة محلية وفرنا كل الدعم اللوجستي سواء للمفوضية أو للقوات الأمنية من أجل أن يكون هذا العرس الانتخابي ناجح وبامتياز في محافظة نينوى. صحيح أن عدد المراكز الانتخابية هو 792 مركز، والمحطات أكثر من بحدود 4000 محطة، وهذا يكون عبء كبير على المفوضية وكذلك الأجهزة الأمنية، ولكن الحمد لله لدينا الخطة الكاملة من أجل ضمان نجاح عملية الانتخابات في عموم محافظة نينوى، حتى يكون مجلس محافظة القادم هو مجلس حقيقي يمثل كل أبناء محافظة نينوى، ويستطيع هذا المجلس رسم سياسة حقيقية للمحافظة بتقديم الخدمات وكذلك خلق تنمية. وبالتالي يجب على كل مواطن مشمول بالانتخابات أن يكون حاضر ويدي بصوته حتى يختار الشخص المناسب لهذه المهمة الكبيرة. اليوم لا يوجد أي عذر لكل مواطن مشمول بالانتخابات حتى يدي بصوته في هذا اليوم العرس الانتخابي. اليوم الحمد لله كما ترون اليوم نينوى تنعم بالأمن والأمان بفضل القوات الأمنية، وهذا يعطينا بصراحة حافز على أن يكون اختيار المجلس القادم هو مجلس حقيقي يمثل إرادة كل أهالي محافظة نينوى. نعم سيادة المحافظ، كيف قرأتم الصورة الأولى والتقارير الأولى حول نسبة المشاركة والحدود مع أقليم كردستان؟ هل هي مفتوحة لمشاركة النازحين؟ هناك تنسيق عالي كبير جدا بين محافظة نينوى وأقليم كردستان في دخول الناخبين. أما المشاركة فتتفاوت بين منطقة وأخرى، هناك بعض المناطق خاصة في أيمن الموصل وكذلك في الأقضية والنواحي هي مكتظة منذ الصباح الباكر، لا زال هناك متسع من الوقت. ندعو من خلالكم وخلال كل القنوات الفضائية أن تكون المشاركة في هذه المناطق أن تكون مشاركة أكبر، حتى يكون صوت المواطن هو الصوت الحقيقي في اختيار من يمثله في مجلس المحافظة. شكرا جزيلا. هل وصلت إليكم عمليات قبل قليل؟ صرح أن هناك خلل في أحد المراكز في منطقة الرشيدية، وتم اعتقال الشخص المتسبب بمنع الناخبين من الوصول إلى مركز الاقتراع. لحد الآن لم تسجل أي خروقات تذكر، على العموم قد تحدث بعض المشاكل، ولكن المفوضية موجودة ومتواجدة وكذلك القوات الأمنية قادرين على منع أي خرق يحصل في عموم محافظة نينوى. سيد المحافظ، ما يخص النازحين في محافظة نينوى، أين يدلون أصوات؟ لا، النازحين لا يوجد لدينا مكان لتصويت النازحين، النازحين أدوا بأصواتهم في الاقتراع الخاص. ما يخص محور الغربي سنجار وتلعفر، كيف تقيمون خاصة هذه المناطق حساسة؟ بصراحة الوضع في سنجار وتلعفر هو مؤمن بشكل كامل، وهناك حرية كبيرة لكل المواطنين في اختيار ممثلهم أسوة بباقي ما حافظت نينوى. سهل نينوى بصراحة الوضع ممتاز جدا، هناك أريحية كاملة وقوات الأمنية على مختلف صنوفها مسيطرة على الوضع في مناطق سهل نينوى داخل الموصل غرب نينوى. اليوم الحمد لله الخطة الأمنية محكمة وبشكل ممتاز. شكرا جزيلا.